بمشاركة عالمية لأكثر من 90 دولة وتحت شعار بوابتك نحو الابتكار والتجارة. انطلقت فعاليات النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل جهود حثيثة تبذلها مصر لدعم العلاقات الإفريقية الطبية التجارية. الهدف النهائي من هذا البروجكت اللي عملناه مع بيستر مايلز ان احنا هنجيب احسن كواليتي اللي هتفيدني، اللي هتجيب لي الفاليو الاحسن لي والارخص لي. معرض طبي زي ما شفتوا حضراتكم بالضخامه، يتسع الى كافه الشركات العامله في قطاع التكنولوجيا الطبيه، قطاع الدواء، مقدمي خدمات الرعايه الصحيه، كلهم موجودين لجعل مصر بوابه كبيره للتجاره في القاره الافريقيه. يعد المعرض والمؤتمر بوابه القاره الافريقيه والدوله المصريه نحو الابتكار والتجاره، ليكون بمثابة ملتقى سنوي بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي. في ندوات كتيرة جدا طبية علمية، في زي ما حضرتك شايف معرض كبير للشركات للتبادل التجاري، فرصة طبعا لتلاقي الشركات وفرصة للتعاون المشترك سواء بالنسبة للتصنيع أو التصدير. أفريقيا بتستورد 70% من احتياجاتها من الأدوية من خارج أفريقيا، إزاي نقدر نوفر دواء فعال وآمن وفي نفس الوقت يبقى بيصنع من أفريقيا لأفريقيا؟ طبعا المؤتمر مهم جدا لأنه بيمثل نافذة على أفريقيا من حيث سبل التعاون والفرص الواعدة لدعم الأشقاء في أفريقيا، زي ما الرئيس قال امبارح ان هي لهم نفس التشابه الاقتصادي، ولكن لمصر تجربه رائده في مجال هيئه الشراء الموحد. فرصه فريده يقدمها المعرض والمؤتمر الطبي الافريقي بمصر لجمع كافه ممثلي الرعايه الصحيه لاستكشاف ما يتم تقديمه في مختلف القطاعات مثل المستلزمات الطبيه، والتي تثمر بشراكات واتفاقات تدعم القطاع الطبي بافريقيا كامله.